شايف مين حارس مصر الاول، عواد ولا محمد الشناوي؟ الشناوي طبعا، رغم كل الاخفاقات اللي مر بيها على مدار الموسم. يعني هو لعب 3 مواسم ولا موسمين ضغط عالي جدا على الفريق، فما اعتقدش انا لما يريح له ماتشين او 3 او 10 ماتشات يتقال عليه اللي هو مش احسن حارس مرمى في مصر يعني. وبعدين انت شايف في تصفيات كاس العالم، بص وخلينا نتكلم بحياديه، الشناوي احسن حارس مرمى مصر في مصر. محمد الشناوي رغم كل الاخفاقات اللي مر بيها على مدار الموسم. اي بتحصل مع اي حارس مرمى، بيطلع وبعدين الهبوط بينزل وبيطلع تاني، وان شاء الله الموسم انا كزملكاوي محمد عواد. شايف ان الموسم ده اثبت ان هو يستحق عن جدارة. عن جدارة طبعا. الشناوي ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يكرمه ويرجع تاني. هو الشناوي حارس مصر الاول ان شاء الله. هو دلوقتي حاليا محمد عواد، مع ان انا اهلاوي وكده، بس انا شايفه المتالق الفتره دي محمد عواد طبعا. مجد محمد صبحي، هيبقى فينا منافسه قويه اول حارس منتخب مصر الاول ان شاء الله باذن الله. انا نفس زميلي بصراحه ما قال، اللي هو بصراحه محمد عواد حاليا. محمد عواد بصراحه. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا اهلاوي. بس شايف حاليا محمد عواد، اما كان في الاول كان محمد الشناوي بصراحه، كان متالق بطريقه جميله جدا. انا نفس الشويه ده طول عمره كان حارس مصر الاول ووحش الاهلي ويا. لا انا حاليا محمد عواد. اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. انت اهلاوي؟ اهلاوي. وتقول احقاق الحق، هو عواد هو الاحق بالحراسه الوطنيه. الشناوي هو الشناوي كان افضل، بس هو محتاج ان هو يشتغل على نفسه اكتر. اقول له اشتغل على نفسك اكتر من اللي انت فيه، يعني اشتغل على نفسك اكتر وهتبقى احسن. شو الشناوي؟ طبعا هو رقم واحد، كلنا معاك.